السيد رئيس مجلس النواب، السادة الوزراء، سؤالي لوزير التعليم. التحرش هو ظاهرة وواقع معاج، خصوصا من طرف بعض الأساتذة والتلاميذ الذين لا يمتون بصلة للوسط المدرسي وأخلاقه. في إطار حماية الوسط المدرسي، ما هي معالي الوزير خططكم وتوجهاتكم لحل هذا المشكل الذي يعيق تمدرس فتياتنا؟ دمتم في خدمة الوطن والمواطن. تفضل. سؤالي هو لوزير التعليم أيضا. ففي ظل التوسع السريع للذكاء الاصطناعي وتأثيره على جميع القطاعات، يلاحظ في قطاع التعليم تدهور على مستوى التحصيل الدراسي بسبب اعتماد الطلاب على أدوات الذكاء الاصطناعي بدلا من اعتمادهم على تطوير مهاراتهم الفكرية. فسؤالي هو، هل لدى سيادتكم أي خطط من أجل ضمان معالجة هذه الظاهرة وضمان استفادة الطلاب من وسائل الذكاء الاصطناعي كأدوات مكملة للتعليم وليس كبديل عنها؟ وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سيد رئيس مجلس النواب، سيد وزير الثقافة، من أجل تحقيق أهداف رؤية 2030 للمملكة المغربية الشريفة بالمجال الثقافي، الذي ينص على ترويج الثقافة المغربية وإبراز هويتها من بين الثقافات الأخرى، هل لكم مخطط يتضمن تدخل الاتحاد الأوروبي للإذاعة والتلفزة الذي كان نموذجا في نشر الثقافات الأخرى؟ كما نعلم أن رؤية 2030 ستكون معبرا مهم لمغرب جديد ومرحلة جديدة للعالم الذي التطور والأمل والعلم سيكونوا هم البارزين. وشكرا. لا، شوف، كاين برنامج والمساطر ديال التدبير ديال الجلسات هو حسب برنامج. انا استثناء عطيت لهذا استثناء خروجا على البرنامج باش تطرحوا هذه الاسئله. الا جينا نطرحوا اسئله، كل شيء عنده سؤال وكل شيء كيرغب. واش نفتحوا المجال؟ الا فتحنا المجال ما غاديش نوقف. استثناء غنعطي. تفضل. السيد الرئيس المحترم، السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، بما أن الطفل هو مستقبل الغد، ورغم أن مجهوداتكم الجبارة، لا زال الطفل يشهد مشكلة التوجيه من أجل الوصول إلى خدماتكم الموقرة. شكرا لكم. السيد وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة. الحقيقة ما وجدناش على هذه الأسئلة، ولكن غنحاول ولا ما جاوبتش على كل شيء، إن شاء الله نجاوبه كتابة من بعد. هذا المشكل تاع الذكاء الاصطناعي هذا مشكل جديد وما كانش عليه شي أجوبة يوميا اليوم اللي يمكن لنا تقول راه عندنا الحل، ولكن ودائما تبقى السؤال واش هذه ماشي يعني واحد الامكانيه باش نحسنوا يعني الاجوبه في الامتحانات وداك الشيء. هذا كله اسئله مطروحه، ولا بغيتوا الله يخليك غادي نعطيكم اكثر تفاصيل من بعد كتابه. وشكرا. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.